السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد، وصفه حلوه جدا لطاجن الباميه باللحمه، هتعجبكم قوي. جربوه على طريقتي النهارده، طعمه حكايه. الاصل في طاجن الباميه باللحمه ان تكون اللحمه ضاني، بس انا ما عنديش لحمه ضاني، فهعمله باللحمه البلدي اللي عندي عادي. وده كده شكل الطاجن بعد ما خرج من الفرن، واخد وش ومستوي وشكله تحفه صراحه. جبت حله عندي ولعت عليها النار، كمان هجيب معلقة من السمنة وشوية من الزيت. هولع الحلة على النار وهنزل بمعلقة السمنة وهحط عليها شوية زيت. كمان جبت بصلاية وسط، هبدأ اقطعها اخرطها صغير خالص. انا بحب البصل في الاكل، بيدي طعم وفي نفس الوقت ما يكونش باين ان هو حتت كبيرة وكده، عشان شكله بيضايق لما بيكون باين في الاكل. ده بالنسبة لي طبعا، في ناس بتفضل شكله فدي حاجة تانية، بس انا بحب شكله يبان في الاكل. والمفروض في طاجن البامية ان اللحمة بتكون مسلوقة، بس انا علشان اللحمة دي كانت عندي في الفريزر مطلعاها تفك يعني وكده، فمش هسلقها. هنا بقى اديت رشة ملح للبصلاية علشان تنزل ميتها بسرعة، وكمان سنة من الفلفل الأسمر. هجيب كمان فص ثوم وهقطعه مع البصلاية. جماعة البامية بتحب الثوم، بتعشقه كده. هنا بقى هسيب البصلايه شويه تصفر، وبعد كده هنزل عليها باللحمه. انا جبت كميه اللحمه بتاعتي ده حوالي ازيد من ربع كيلو لحمه. كانت البصلايه صفرت خلاص فنزلت باللحمه. قلبيها بقى على كل الجوانب علشان تاخد لون من كل حته وتنزل الميه بتاعتها. انا في الوقت ده كنت حاطه ميه تغلي في الكاتل عندي، هنزل بالميه المغليه على اللحمه، يا دوبك بس هغطيها. انا عايزه اللحمه هنا 3/4 سوا مش سوا كامل، لان هي هتكمل سوا تاني مع الباميه، بس مش هضيف لها اي حاجه دلوقتي. انا كده هغطيها واسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنا جيت بقى هعمل الرز المدسوس او الرز المعمر. هجيب 4 كوبايات من الرز، هغسلهم كويس جدا وهسيبهم يتصفوا. جبت هنا بقى طاسة صغيرة، انا بقى افضل ان السمنة تتحط مع الرز، مش بعد ما الرز يتشرب. دي سمنة بلدي حلوة جدا، خدت منها 2 كبار او 2.5 معالق، 2.5 معالق تقريبا. وكمان هحط لهم 2 معلقة من سمنة كريستال. طبعا اساسي في الرز المعمر ان السمنة تكون بلدي. هنا الرز بتاعي كان اتصفى خالص، نزلت بيه بقى في الطاجن
هديله كده رشة زيت. الزيت بيخلي الرز مفلفل وكمان بيديله لمعة حلوة جدا. اهم حاجة ان انتي تقلبي كويس قوي، كل خطوة بتعمليها بتكوني بتقلبي كويس جدا، علشان لو الملح بتاعك ما يتراكمش في حتة معينة في الرز فتلاقي جزء مالح وجزء لا. بس انا كده قلبته كويس، وكمان السمنة عندي كانت ساحت. هنزل بقى بكل كمية السمنة اللي عندي دي في الرز وهقلبه كويس جدا علشان الرز يتشرب من السمنة حلوة قوي. هنا عندي حوالي 2 كوباية كبار من اللبن. اهم حاجة يا جماعة يكون اللبن مغلي ولسه سخن، يعني اللبن يكون سخن والمية تكون سخنة علشان لما يدخل الفرن يغلي على طول. وهنا هحط 3 كوبايات من المية المغلية. يبقى كده عندي 4 كوبايات من الرز، عليهم 2 لبن كبار، عليهم 3 كوبايات من المية المغلية. هقلبهم كويس جدا بقى، وبعد كده هدخلهم الفرن، والفرن طبعا بيكون سخن من قبلها. في الأول هحطهم على درجة حرارة 250 علشان طبعا يغلي ويتشرب. هنا بقى اللحمة عندي بوريها لكم اهي، ان هي خلاص كده شربت المية بتاعتها كلها، هي كده 3 أرباع سوا. وطيت عليها شوية، وبعد كده جبت عندي هنا 3 بطاطسات، حمر بطاطس جنب البامية والرز، هقطعهم بقى كده صوابع وهسيبهم في مية وملح لحد وقت الفطار بقى هبحمرهم. انا بحب البطاطس المحمرة جنب الاكل، يعني ما عملت السلطة. انتي بقى عايزة تعملي سلطة اعملي سلطة، بس انا ما عملت السلطة. كده قطعتهم وخلاص. هنا بقى انا كنت طلعت البامية بتاعتي من الفريزر، ما سبتهاش تفك من قبلها. المفروض ان احنا لما بنطلع خضار من الفريزر بننزله على طول، ما بنسيبهوش يفك. نزلتها على طول على اللحمة. بصي بقى التركية دي، انا هنا جبت نص ليمونة وحطيتها عصرتها على البامية. ليه؟ اول حاجة علشان تمنع الزملقة اللي هي بتبقى في البامية دي. تاني حاجة بتحافظ على خضار البامية وبتديها طعم حلو جدا. هي مش بتغير طعم البامية، بس هي بتعلي التيست بتاعها. هنا بقى هبدأ ابهرها. خلاص هي كده كانت قربت تفك خالص، فهبدأ بقى ابهرها، اديها البهارات بتاعتها وانزل عليها كمان بالصلصة. انا جبت عندي هنا ملح، طبعا انتي بتظبطي الملح حسب ال يعني حسب ما انتي بتحبيه، وفلفل اسمر وشوية من البابريكا تديها لون، بس هي البابريكا ملهاش طعم، وشوية من جوز الطيب. وجوز الطيب بتفرق جدا في البامية، ودي كانت أول مرة أضيف لها جوز الطيب وطلعت حلوة جدا. كمان هضيف لها شوية من الكزبرة الناشفة. هقلب البهارات دي كلها كويس جدا مع بعض في البامية، وبعد كده هنزل عليها بمعلقة صغيرة من السكر. انا عندي هنا الصلصة كانت جاهزة، فانا بعمل الصلصة على قد الطبخة في الفريزر على طول. طلعت كيس يفك وهنزل على البامية بيه. هقلبهم في بعض بقى وهغطي عليه.
انا بقى في الوقت ده هجهز 4 فصوص كبار من الثوم، هدقهم وهحط عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر، وهعملهم تحديقة للبامية. هنا هو بوريكم الثوم، وكمان الفلفل الأحمر هياخد منه معلقة صغيرة. الرز هنا كان عندي خلاص اتشرب خالص، فأنا طلعته علشان اديله القشطة اللي أنا بحطها له على الوش. جماعة القشطة دي بتفرق معاه جدا في الطعم وكمان التسوية، وبتخليه طري جدا مش ناشف، وبتديله لون أحمر حلو كده، ما بتخلوش اللي هو اللون البني المحروق ده. أهم حاجة بس تكوني انتي عندك مطلعة القشطة قبلها شوية تفك، لأن انتي لو مطلعها لسه ناشفة من الفريزر مش هتعرفي تكسريها وتحطيها على وش الرز. انا هنا عندي مفرغه كده الرز بالمعلقه بظهر المعلقه ورا علشان القشطه تنزل في كل حته في الرز. هغطي بقى كده وش الرز كويس قوي بالقشطه اللي عندي، وبعد كده خلاص هدخله الفرن. انا بسويه من بولع الفرن من فوق ومن تحت، ما بشغلش عليه شوايه. هو اول ما القشطه خلاص بتسيح بتاخد اللون الاحمر، ما بتحتاجش الشوايه تولع عليها. بس هنا جبت طاسه صغيره وهحط عليها نص معلقه من السمنه، ما تكتريش السمنه علشان الباميه ما تكونش تقيله معاكي. معلش يا جماعه بقى اعذروني على الصوت واللخبطه اللي انا فيها، انا بسجل لكم الفيديو فعلا وانا بسقط يعني بنام، بس قلت اسجله عشان انزله. هنا جبت نص معلقة صغيرة من السمنة، انا اخدت شوية من التحديقة دي ربع معلقة كده صغيرة، حطيتها نية على البامية. هنزل بقى هنا بباقي الكمية اللي عندي في الطاسة دي مع نص معلقة السمنة، افضل كده اشوح فيهم لحد ما تاخد اللون الاحمر. هحط لها شوية كزبرة صغيرين ناشفة، وبعد كده هنزل عليها بالبامية، هنزل بيها على البامية. جربوها يا جماعة بالطريقة دي، التركية دي حلوة جدا وفرقت فعلا في طعم البامية معايا، خلت طعمها مختلف وخلت طعمها حلو. انا كده هنزل هنا بالتحديقة بتاعتي خلاص، وكمان هضيف لها قرنين من الفلفل الاخضر اللي هو الحامي. انتي لو عايزاها سبايسي حطي سبايسي، لو مش عايزاها سبايسي حطي اخضر عادي او ما تحطيش، الخطوة دي اختيارية، بس هو برضو بيفرق في طعم البامية وبيخلي طعمها حلو. بس هي هنا كانت عندي خلصت السوا بتاعها، فانا هطفي عليها. تعالوا بقى شوفوا معايا الرز طلع شكله حلو جدا وجميل، والوش مستوي اهو متحمر وفي نفس الوقت مش ناشف. بصوا انا هنا جبت 2 طاجن بورسلين هحط فيهم البامية، انا هنا عايزاها تاخد وش مش عايزاها تاخد سوا. لما بنعوز البامية تستوي جوه الطاجن، اولا بيكون الطاجن فخار، ثانيا ما بيكونش المكونات بتاعتنا مستوية في الحلة كلها مع بعضها، لا احنا بنحطها كده كلها على بعض في الطاجن، يعني بس بتكون البامية متشوحة في فصين توم، واللحمة عندي بيكون مسلوقة، والعصير الطماطم بيكون فريش عادي، بننزل بيهم في الطاجن الفخار، وبعد كده بنغطي بورق الزبدة ونغطي عليه بورق فويل، ونحطها طبعا بتاخد سوا في الفرن. انما هنا انا عايزه اديها وش بس. طبعا الطريقه التانية اللي انا لسه قايلاها دي انا هعملها معاكم في فيديو ان شاء الله باللحمه الضاني. بس انا هنا كده دخلتها وشغلت عليها الشوايه، هجيب بقى البطاطس بتاعتي هنزلها في الزيت. خلاص احنا هنا كنا قبل الفطار بربع ساعة بس،
وكمان طلعت كوبيبة تفك من الفريزر وهنزلها برضو في الزيت تتحمر وهحطها طبق كده على الفطار. اهي انا بوريكم ان انا طلعتها من الفريزر تفك وكده. الفطار بتاعي جاهز يا جماعة، خلاص بوريكم ان هو خلاص طلع من الفرن. الرز جميل واخد لون والبامية تحفة، اهي شكلها حلو جدا اصلا وطعمها احلى كتير. جربوها بالطريقة دي وكل الخطوات اللي انا عملتها هتعجبكم قوي. انا خلاص انا كنت غرفت الاكل على السفرة، الرز بتاعي وهو التجنين بتوع البامية وبطاطس حمرتها، وكمان حمرت كوبيبة وحطيت طبق مخلل وصبيت العصير وكده. النهاردة يكون الفطار بتاعي خلاص خلص. متنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم جدا، مع السلامة، اشوفكم فيديو جديد.